وأكد رئيس السيسي أن حجم طلب السوق العالمية على منتجات الرمال السوداء كبير جدا، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الرمال السوداء تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. إن دراسات الجدوى، أنا بقول لك الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. دي واحد. نمرة اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص، يعني في خامات ما لهاش قيمة مضافة ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيرة برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد اتفضل، وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر.